أرياف، طاقة الاسم رقم 4، طبعه مائي، كوكبه الشمس، يوم السعد الأحد، الحجر الكريم الملائم العنبر والياقوت. الصورة القرآنية المناسبة هي صورة التغابن. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة اسمك: يا عزيز، يا شكور، يا شهيد، يا محصي، يا مميت، يا أحد، يا مقدم، يا بر، يا تواب، يا رؤوف، يا نور. أنت فتاة ذات شخصية قوية، مخططة ومنظمة بارعة، حاسمة باتخاذ القرارات. لديك روحانية عالية، اجتماعية، تهتمين بمشاكل الآخرين، بارعة ومتقنة في أعمالك، تعشقين التحدي والمغامرات، ذات رأي صائب، كلمتك مسموعة وآراؤك موثوق فيها، وذات سخاء وكرم، أنيقة المظهر، مرهفة الإحساس، تقدمين عدة تضحيات لإسعاد أسرتك. تحملين 3 عناصر في اسمك: عنصر النار، وعنصر الماء، وعنصر التراب. تواجهين بعض الأزمات الصحية، وتتعرضين لبعض الفراقات الصعبة. تملكين حرف المال في اسمك، وإن شاء الله تعيشين حياة سعيدة ورائعة. والله أعلم، والله الموفق.